صباح الخير أو مساء الخير على رحالة القانون الدولي الإنساني في كل مكان. أنا إنجي أبو العيون، المستشار القانوني الإقليمي باللجنة الدولية للصليب الأحمر. أحب أرحب بالمشاركين والمشاركات الذين انضموا للمحاضرة السادسة من سلسلة محاضرات التي تنظمها مجموعة رحالة القانون الدولي الإنساني. اسمحوا لي في البداية بتوضيح بعض المسائل الفنية الخاصة بسير المحاضرة. لضمان تواصل وتفاعل أفضل بين المشاركين والمحاضر وحرصاً منا على جودة الإرسال، تم غلق كافة الميكروفونات ولا يجوز فتحها أثناء المحاضرة. وفي حالة وجود أي أسئلة أثناء سير المحاضرة برجاء كتابتها في الشات بوكس، وأنا هقوم بتوجيهها للدكتور المحاضر بعد الانتهاء من عرضه. الهجمات السبرانية تستخدم في النزاعات المسلحة اليوم كوسيلة من وسائل وأساليب الحرب، حتى أن بعض الدول أقرت علناً باستخدامها، ويتزايد عدد الدول التي تطور قدرتها العسكرية السبرانية سواء لأغراض هجومية أو دفاعية. الحرب السبرانية لفظ يستخدم من قبل فئات عديدة للإشارة إلى أشياء مختلفة، ولكن يستخدم المصطلح هنا للإشارة إلى وسائل وأساليب القتال التي تتألف من عمليات في الفضاء الإلكتروني ترقى إلى مستوى النزاع المسلح أو تجرى في سياقه ضمن المعنى المقصود في القانون الدولي الإنساني. إن اللجوء إلى الهجمات السبرانية أثناء النزاعات المسلحة يحتمل أن تكون له تبعات إنسانية وخيمة، وترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه من الضروري تحديد سبل للحد من التكلفة الإنسانية لهذه الهجمات، لا سيما إعادة التأكيد على الصلة بين القانون الدولي الإنساني وهذه التكنولوجيا الجديدة عند استخدامها أثناء النزاعات المسلحة. وكما أوضحت السيدة فيرونيك كريستوري كبيرة مستشاري الحد من التسلح في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان ألقته في نيويورك في سبتمبر 2019، فاللجنة الدولية ترى أن العمليات السبرانية التي تنفذ أثناء النزاعات المسلحة شأنها شأن أي أسلحة أو وسائل وأساليب حرب أخرى يلجأ إليها المتحاربون في النزاع، جديدة كانت أو قديمة، تخضع في تنظيمها للقانون الدولي الإنساني. واليوم معنا الأستاذ الدكتور أحمد الفتلاوي، بروفيسور القانون الدولي العام في كلية الحقوق جامعة الكوفة، ليحدثنا عن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الهجمات السبرانية خلال النزاعات المسلحة. دكتور أحمد الفتلاوي حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية القانون جامعة بابل عام 1997، كما حصل على شهادة الماجستير في القانون العام من الجامعة نفسها عام 2000، وفي عام 2012 حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية التابع إلى الجامعة اللبنانية. في عام 2017 حصل على شهادة الدبلوم المشارك في القانون الدولي الإنساني من معهد جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كما اختير كأول أكاديمي عراقي ضمن نخبة من الخبراء الدوليين لتحديث اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والتعليق عليها، فضلاً عن حصوله على المرتبة الأولى عربياً ضمن البحوث القانونية الفائزة بالمسابقة التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإعداد بحوث متخصصة في القانون الدولي الإنساني عام 2018. والآن وبدون أي تأخير سوف أعطي الكلمة للدكتور أحمد الفتلاوي، تاركة لكم ولنفسي المجال للاستمتاع بهذه المحاضرة المثمرة والشيقة بدون أدنى شك، وفي انتظار أسئلتكم في الشات بوكس. دكتور أحمد اتفضل، كلنا أذان صاغية. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتقدم بالشكر لمجموعة رحالة للقانون الدولي الإنساني، البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، وكذلك البعثة في العراق في بغداد. أشكر في هذه المناسبة، أقدم بشكري وتقديري لكل القائمين على هذا المشروع الناجح للبحث والتحليل في القضايا المعاصرة للقانون الدولي الإنساني. لكي ندخل في الموضوع بشكل مباشر، الهجمات السبرانية اليوم تحتل الصدارة في البحوث والدراسات القانونية.
لندخل بالموضوع بشكل مباشر، ما علاقة القانون الدولي الإنساني بالهجمات السبرانية؟ ما هي السبرانية؟ نحاول في هذه المحاضرة على عجالة تبيان المبادئ الأساسية التي يمكن أن نحتكم إليها في الهجمات السبرانية. بداية لابد من بيان مفهوم الهجمات السبرانية، من أطلق هذا المصطلح، ما هو مصدرها حقيقة. وأنا ذكرت هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، إنه هذا المصطلح والسايبر هي مصطلح لاتيني بالأصل، أطلقه أو عمل عليه عالم الرياضيات الأمريكي في عام 1942 نوربرت، الذي كان عاكف على دراسة سلوكيات الحيوانات وأيضا التعامل مع الميكانيك انجينير انجينيرينج. وهذا الموضوع بما معناه التحكم عن بعد، ريموت كنترول. هذا الموضوع تطور شيئا فشيئا لكي يكون واحدة من أهم المسائل التي يمكن أن تدخل في النزاعات المسلحة، سواء كانت نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية. حقيقة هذا الموضوع، موضوع الهجمات السبرانية، مثل ما ذكرت أنه تبوأ الصدارة. ممكن نحن على المستوى العربي تأخرنا قليلا، وكان للجنة الدولية للصليب الأحمر فضل علي بشكل شخصي عندما ألقيت أول محاضرة في عام 2013 في بغداد في الدائرة الأكاديمية التي يعني اجتمعت في بغداد في ذاك الوقت، وعندما سمعت لأول مرة عن السايبر اتاكس عكفت على هذا الموضوع منذ ذلك الحين، ودخل هذا الموضوع ضمن مناهج القانون الدولي في جامعتي في كلية الحقوق. بالنسبة لموضوع الهجمات السبرانية أو الاصطلاح أو المفهوم الاصطلاحي، ممكن نرجع على أحد أعظم الشخصيات الأكاديمية والمتخصصة في هذا الموضوع، أذكر بالذات مايكل شميت، البروفيسور مايكل شميت، عندما أعد الدليل التالين والذي أحدد بشكل مختصر وواضح ودقيق ما هو مفهوم الهجمات السبرانية. المعنى الاصطلاحي بشكل مختصر هو استخدام برامج إلكترونية في دولة ما ضد برامج إلكترونية في دولة أخرى، من أجل أولا التغلغل في هذه البرنامج، ثم السيطرة عليها، ومن بعد ذلك التحكم لأجل إحداث أكبر قدر ممكن من الإضرار، من الأضرار في تلك البرامج. هذا بشكل مختصر مفهوم الهجمات السبرانية، وهذا طبعا وفقا لدليل تالين أنه هي وسائل قتال، سواء كانت بالتصميم أو بالاستخدام أو تلك المضي بطبيعتها لأحداث إصابات كجرح أو موت شخص، فضلاً عن إحداث أضرار أو تعطيل في أي منشآت حيوية أو أي مرافق أخرى تعمل وفق لبرامج إلكترونية. حقيقة قد يكون الموضوع عبارة عن مجرد فيكشن، أنه أسطورة. هل يمكن للبرامج الإلكترونية أن تحدث أضرار مادية؟ بمعنى السؤال المحوري لأي موضوع، هل يمكن أن نتصور في يوم ما أن تتغير الأرقام أو اللوغاريتميات الموجودة في البرامج الإلكترونية، تنتقل من الديجيتال تو فيزيكال، تنتقل من الرقميات إلى ماديات، أو بعبارة أخرى من اللامحسوس إلى المحسوس؟ هذا هو المحور الأساسي في الهجمات السبرانية. ودعونا يعني نبين أنه الهجمات السبرانية ليست هي الهكر أو الهاكينج، ليست هي القرصنة. القرصنة هي عملية تغلغل صحيح الإلكتروني في برامج أخرى من أجل أما حذفها أو تدميرها إلى آخره، بمعنى أنه يبقى الحيز هو حيز إلكتروني. لكن في الهجمات السبرانية لا، يتغير الموضوع من دخول إلكتروني أو تدخل إلكتروني ديجيتال
ومن ثم ترجمت هذا التدخل من الديجيتال الى الفيزيكال، وهذا اللي راح ابينه ان شاء الله فيما بعد. هنا السؤال الكبير، هل يمكن لهذا الموضوع ان يقع فعلا؟ نعم، وقع فعلا في كثير من المناسبات، عندما وهناك الكثير من الحالات بدأت في مناسبات يعني كثيرة، يعني الهجمات السبرانية الإسرائيلية ضد سوريا في عام 2007، الهجمات التي تعرضت لها استونيا في عام 2007 من 6 سنة، أيضا استخدام الجانب الروسي للسبرانية في نزاع مع جورجيا في عام 2008، الحدث الأكبر في عام 2011 عندما تعرضت محطة نطنز الإيرانية النووية لهجمات سبرانية، ومن ثم في عام 2020 قبل فترة قصيرة حدث انفجار كبير في منشأة نطنز الإيرانية، وقد صرحت إيران أن هنالك تدخل خارجي أدى إلى انفجار كبير في أجهزة الطرد المركزية. هناك حالات أخرى حتى تتصل فيما نعاني فيه اليوم، وهو خصوصا بذلك جائحة كورونا عام لهذه السنة، عندما أعلنت كثير من الدول بالذات عندما تعرضت مستشفى في تشيك في هذه السنة في عام 2020 إلى هجمة سبرانية أدت إلى تعطيل كامل لكافة عمليات الفحص والتحليل للفيروس، فضلا عن ذلك وقف العمليات الرئيسية في قسم الطوارئ، واللي أدى فيما بعد إلى توقف شبه كامل لهذا القطاع الصحي. بمعنى آخر أنه هذه الأرقام أو هذا الهجوم تحول من مسألة رقمية إلى مسألة تدخل في الأجهزة التي تتحكم في عمليات ميكانيكية في داخل المنشآت التي ذكرتها قبل قليل. الفرضية الكبرى التي يمكن أن نعالجها في هذا الموضوع أو المسائل التي يمكن أن نبينها كأمثلة، أنه اليوم تدخل الجانب الإلكتروني والتحكم في كثير من المنشآت بدأ واضحا وجدا واضح. صحيح أنه هنالك فرق بين ما هو موجود في الوطن العربي وما هو موجود في دول متقدمة، عندما نتحدث عن على سبيل المثال السدود وعملية التحكم بها، فتح الأبواب والانسيابية المياه عن طريق أبواب تعمل إلكترونيا وفق سينسورز، يعني مجسات إلكترونية تحسس، وعملية التدخل في هذه المجسات أو هذه البرامج الإلكترونية وبالتالي فتح هذه الأبواب سيؤدي إلى كوارث. فضلا عن ذلك التحكم عن طريق التدخل الإلكتروني في فعاليات دفاعية عسكرية بالذات فيما يقصد به الصواريخ الموجهة أو حتى الصواريخ ذاتية التحكم، أو بشكل عام الأسلحة ذاتية التحكم autonomous weapon systems. هذه المسائل المقدمات نذكرها هي عبارة عن أمثلة واقعية، وكان من الواضح جدا أنه ردة فعل الدولية والواضحة بعد الهجوم الذي تلقته استونيا في عام 2007 والذي توقفت فيه بشكل كامل جميع المرافق التي تعمل إلكترونيا، المطارات، البورصات، الموانئ، حتى أجهزة الدفاع العسكرية، أجهزة الرصد، الطيران المدني توقف بشكل كامل، وبالتالي عدته استونيا هجوما، وهو ما أقرته حلف شمال الأطلسي وفقا للمادة 5 من ميثاقها بأن هذا هو هجوم مسلح، ويجيز للدول أن لأعضاء حلف شمال الأطلسي باستخدام حق الرد للدفاع الشرعي بناء على هذا الهجوم. إذن حديثنا اليوم بشكل أوضح هو هل يمكن
أو ماذا يمكن أن نتصور أو ماذا يمكن أن نبحث فيه أو العلاقة ما بين القانون الدول الإنساني والهجمات السبرانية؟ هل تدخل الهجمات السبرانية ضمن القانون الدول الإنساني؟ مثل ما ذكر زميلتي أنجي أنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذكرت بشكل صريح أنه القانون الدول الإنساني الحالي هو المطبق على الهجمات السبرانية، وهذا الرد كان بمناسبة ادعاء الكثير من المختصين أنه القانون الدول الإنساني الحالي هو ليس القانون الواجب التطبيق، بحجة أن هنالك فراغ تشريعي على اعتبار أنه قانون الدول الإنساني لم يذكر هذا الموضوع في سواء في القواعد العرفية أو في القواعد المدونة. بشكل أيضا وبجانب آخر، نعرف أن القانون الدول الإنساني ومنذ إعلان سان بطرسبورغ لعام 1868 قد صرح باستخدام القوة المسلحة، ولكن بهدف واحد هو إضعاف قدرات العدو العسكرية فقط. ولكن المشكلة والتحدي الأكبر في موضوع الهجمات السبرانية أنه هذه الهجمات قد تكون أكثر حدة وأكثر توسعاً في الأضرار الناشئة عن استخدام هذه الهجمات السبرانية. المسألة الأخرى، هل يمكن أن نعد الهجمات السبرانية هي وسيلة أم طريقة قتالية؟ تم البحث في هذا الموضوع بشكل مكثف عن طريق خيرة الخبراء في القانون الدولي الإنساني، وقد توصل معظمهم إلى أن الهجمات السبرانية من الممكن أن تكون وسيلة وممكن أن تكون طريقة. مشكلتنا في إذا كانت هي وسيلة قتالية، وعندما نقول وسيلة قتالية بمعنى آخر إنها سلاح. المشكلة والتحدي الأكبر إنه أي سلاح يستخدم في على مدى التاريخ البشري منذ العصور الأولى وإلى اليوم هو لابد من تدخل الطاقة الحركية أو الكاينتيك يعني الفيزياء. بمعنى آخر، لا يمكن أن نصف سلاح يستخدم في معركة أو في نزاع حتى بين البشر الأفراد إلا إذا كان هذا السلاح هو سلاحا ماديا محسوسا وناجم عن استخدام سواء كانت القوة العضلية أو القوة الحركية كالبارود. إذن كيف يمكن أن نصف الهجمات السبرانية بأنها وسيلة قتالية ولم نرى فيها لا قوة عضلية ولا قوة حركية كانتك، بمعنى آخر لا يوجد فيها بارود بالقياس إلى الأسلحة التي عادة ما توصف بأنها أسلحة سواء كانت أسلحة تقليدية أو أسلحة غير تقليدية. هنا في هذه المسألة القانون الدولي الإنساني وكأنه توقع هذه المسألة ووضع حلولا مستقبلية، وهذا ما ذكرت الفقرة الأولى من المادة 49 عندما عرفت من البروتوكول الإضافي الأول طبعا لعام 77 عندما عرفت ما معنى الهجوم المسلح وذكرت أنه أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم. وبالتالي عندما نقول أعمال عنف بمعنى آخر أن المسألة مدار البحث هي في الآثار الناجمة عن هذا العنف، وهذا ما أكده الكثير من الخبراء ومنهم أستاذنا المرحوم أحمد أمين المهدي القاضي في المحكمة الجنائية اليوغوسلافية السابقة عندما ألقى محاضرة علينا في الرباط في المغرب، وقد شدد على هذا المعيار أنه القانون الدول الإنساني عندما يختلف أو يختلف على مفهوم العنف والوسيلة المستخدمة إذن نذهب إلى الآثار الناجمة، وبالتالي الآثار الناجمة هي التي ستبين أن هنالك عنف أو هجوم مسلح من عدمه، وبالتالي الآثار هي المعيار التي لابد من البحث فيه في هذا الموضوع. طبعا العنف ممكن يكون مادي وممكن يكون معنوي، بمعنى أنه عملية تتابعية قد يكون هنالك مسألة أو من آثار الهجمات السبرانية
بتصورنا أن تكون هي أثار مادية، وهذه المادية أو هذه الأثار المادية قد تتفاعل لتصبح معنوية، بمعنى معاناة كبيرة تطال سواء كان المقاتلين الذين وقف اشتراكهم أو لم يعودوا لم يعد بالإمكان اشتراكهم في النزاع المسلح، أو حتى المدنيين بمعنى آخر الضحايا، ضحايا النزاعات المسلحة. طبعاً معيار الهجوم، طبعاً مثل ما ذكرت أنه كان هناك اختلاف وجدل قانوني، هناك من يذهب أنه هذه الهجمات السبرانية ليست هجمات بالمعنى الصلاح الدقيق، وهناك من ذهب إلى أنها هجمات فعلاً تدخل ضمن القانون الدولي الإنساني. ومثل ما ذكرت وأكدت على أن قضية قياس إلى الآثار وليس فقط إلى الجانب المادي، بمعنى آخر تحديد معيار الضرر. وطبعاً هنالك معايير حددها القانون الدولي الإنساني لابد أن يكون معيار الضرر أو الآثار الناجمة عن استخدام الهجمات السبرانية أن تكون أضرار واسعة النطاق، وأن تكون في بعضها طويلة الأمد، وأن تكون شديدة لكي تدخل ضمن القانون الدول الإنساني. بمعنى آخر ليست حالات انفرادية أو حالات قد تقع في مكان ولا تقع في مكان آخر. وطبعا هذه المسألة هي مسألة نسبية، ويمكن تحقق فيها من خلال التحقيق الذي تجريه أي محكمة جنائية، وبالذات المحكمة الجنائية الدولية. وهذا دائما ما أركز عليه، أن المحكمة الجنائية الدولية عندما تتأكد أنه هنالك فعلا جريمة وقعت لا تبحث فقط في الركن المادي باعتبار أن الجريمة وقعت، ولكن أيضا تبحث في الجانب المعنوي، ومن ثم في السياقات الظرفية التي أحاطت بهذا الهجوم، كشدة الأضرار، عدد الضحايا، الوسيلة المستخدمة، شدتها إلى آخره، وآثارها على المستوى البيئي، على المستوى الإنساني إلى آخره. طبعا المسألة الأخرى التي لابد من التركيز عليها في هذا الإطار، أنه قد يكون المعيار أو استخدام الهجمات السبرانية موجه إلى تدمير البيانات الإلكترونية الحكومية المدنية والعسكرية، وقد تكون أيضا تدخل في إطار تدمير البيانات الإلكترونية ومن ثم التحكم بها عن بعد فيما يخص القطاع الخاص. وهذه المسألة هي التي تقودنا إلى الإشكالية الكبرى، وهي أن الهجمات السبرانية قد تكون هي الأوسع إضراراً بالقياس إلى أي وسيلة أخرى، على اعتبار أن هذه الهجمات قد تخرج عن السيطرة. وهنا يدخل معيار الاحتياطات المستطاعة، وهذا الموضوع أيضا من الصعب جدا إيضاحه أو تأكيده، على اعتبار أنه مسألة تحديد من هو المسؤول هو التحدي الحقيقي. ومن ثم إذا تم تحديد من هو المسؤول، علينا أن نبحث في مسألة أخرى، وأنا أتكلم في موضوع نزاع مسلح، نبحث في الجانب الآخر أنه هل هذا الطرف وعند استخدامه للهجمات السبرانية ضد العدو قد استخدم الاحتياطات المستطاعة، قبل الهجوم وفي أثنائه. هاي مسألة أيضا مسألة معيارية تترك إلى المحاكم الجنائية الدولية وإلى أجهزة التحقيق الدولية. مثل ما ذكرت في بداية المحاضرة، أن الهجمات السبرانية قد تكون هي الأسوأ من السيناريوهات التي قد نتوقعها في المستقبل القريب، وبالذات في عملية الانتقال من
الحقل التقليدي للنزاعات المسلحة وهو ميدان القتال إلى أن يكون ما بعد ميدان القتال، بمعنى آخر أن يكون المستهدف ليست القوات المسلحة المتواجدة في منطقة معينة، بل أن يطال هذا الموضوع أو ما يسمى beyond the border، يعني ما بعد الحدود. وهذه المسألة الخطرة التي لابد من التحديد أو التحليل فيها. ومثل ما ذكرت وعلى سبيل المثال الهجمات السبرانية التي تعرضت لها أو تعرض لها مستشفى أو مشفى برونو في تشيك في عام 2020، واللي أدى إلى تأجيل التدخلات الجراحية الطارئة، تعطيل برامج فحص نتائج التحليل أو التأخير. لنتخيل أنه نزاع مسلح تقليدي وقع في منطقة معينة، وثم توالت الآثار لتطال الدولة بكاملها بكامل مرافقها الحيوية الصحية، وحتى المرافق التي تحوي على قوى خطرة. وهذا ما ذكرته في المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول، الذي حظر استخدام القوى المسلحة ضد منشآت تحمل قوى خطرة كمحطات الطاقة الذرية الكهربائية، السدود إلى آخره. طبعا الاستثناء أنه إذا كان استخدام هذه لأهداف أو أغراض عسكرية ممكن استهدافها، ولكن ندخل هنا في جدلية أنه لابد من البحث في مبدأ التناسب في استخدام القوة. والشيء الآخر هو اتخاذ الاحتياطات المستطاعة. لو وقع الهجوم السبراني في نزاع مسلح، ننتقل اليوم أو ننتقل الآن من الجانب النظري البحث لمبادئ القانون الدول الإنساني إلى الجانب الآخر، وهو في تحديد أو تكييف هذه الهجمات من ضمن الجرائم المعروفة اليوم عندنا، بالخصوص في المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. من المؤكد أن الهجمات السبرانية عندما تقع ويحصل من جرائها آثار قد تطال المحميين وفقا للقانون الدول الإنساني، حينها نبحث في أولا من المستهدف والمستهدف والوسيلة وعدد الضحايا، هل هنالك منهجية في استخدام هذه الوسيلة. كل هذه المسائل معيارية قد تميز بين جريمة وأخرى، وبالتالي من المؤكد قد تكون جريمة حرب متى ما استخدمت هذه الوسيلة على نطاق واسع تجاوز مبدأ التناسب في استخدام القوة المسلحة، متى ما تجاوز مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، متى ما تجاوز مبدأ يعني مبدأ الآلام التي لا مبرر لها. هذه مسائل تدخل ضمن مسائل أخرى معيارية وبالتالي تحديدا. من الممكن أن تنشأ عن الهجمات السبرانية أيضا جرائم ضد الإنسانية متى ما كان استخدام الهجمات السبرانية يطال المدنيين لأنهم مدنيون من دون استثناء بطائفة أو عرق أو لغة أو جنس. متى ما استخدمت قوة مسلحة لهذه الوسيلة ضد المدنيين لأنهم مدنيون، هنا في هذه الحالة تنشأ لدينا جرائم ضد الإنسانية. وأيضا من الممكن، أنا ممكن أتكلم على عجالة لأن هذا الموضوع ليس من السهل البحث فيه، ممكن سأترك ذلك للمشاركين الأعزاء في أثناء طرح الأسئلة. من الممكن أن تكون هناك جرائم إبادة متى ما استخدم طرف مسلح القوة السبرانية أو الهجمات السبرانية ضد المدنيين، بس ولكن أن تكون ضمن طائفة معينة أو عرق معين أو جنس معين، بمعنى تحديد المستهدف. متى ما تم تحديد المستهدف في هذه الحالة تنشأ
لدينا جريمة إبادة جماعية. هذا الموضوع بشكل كامل يدخل في ضمن إطار جزء بلو أو ما يسمى بسلوكيات الحرب، ومثل ما ذكرت أن مبدأ وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين في المادة 42 بالتقول الإضافي الأول، أن تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، إضافة إلى الفقرة 2 من المادة 51 التي أشارت إلى هذا الموضوع أيضاً، لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المحميون محل للجوء. المسألة الأخرى التي لابد من البحث فيها أنه هل يمكن استهداف شخص من حيث المبدأ هو مدني ولكن شارك في استخدام الهجمات السبرانية؟ هنا المتغير. طبعاً في القانون الدولي الإنساني لا يوجد نص يحظر على المدنيين الانخراط في عملية عسكرية أو عملية عدائية، ولكن متى ما انخرط هذا الشخص أو هذا المدني فعلا رفع عنه غطاء الحماية كمدني وتحول إلى شخص من الممكن استهدافه. وهنا هذا الموضوع الذي لابد من الإشارة إليه، وقد يعني واحدة من المسائل التي علقت عليها في أثناء يعني مشاركتي في تعليقات على اتفاق جنيف الثالثة لعام 49، أنه هل يمكن أن يقع مدنيون مشاركون في عملية إعداد هجمات سبرانية أو في تنفيذها يقعون في قبضة العدو، هل يمكن أن يطلق عليهم أو يوصفون بالأسر؟ نعم، متى ما كانت مشاركتهم مباشرة ومؤثرة في العملية ولو كانوا في داخل إقليم الدولة. لنفترض أنه شركة مدنية وقد ساعدت أو بالتعاون مع وزارة الدفاع في دولتها قامت بتنفيذ هجمات سبرانية بالتنسيق مع قوات مسلحة وقوات مسلحة، وقامت طائرة ما باستهداف هذا المقر أو إنزال جوي ومن ثم القبض على هؤلاء ومن ثم نقلهم إلى الطرف المعادي، هنا نعم يقع وصف الأسر في هذا الموضوع. وهي مسألة نقاشية، وأنا أدعو يعني الباحثين والمختصين في القانون الدولي الإنساني وحتى في القانون الدولي العام بشكل عام أن يزيدوا من دراستهم وبحثهم في هذا الموضوع، على اعتبار أن الهجمات السبرانية قد ممكن أن أصف هذا الموضوع بأنه بحر هائج وهو الحقل الذي سيثير الكثير من الإشكاليات في المستقبل. المسألة الأخرى التي لابد من الإشارة إليها أو الجريمة التي لابد من البحث فيها هي هل يمكن أن نصف الهجمات السبرانية في أثناء النزاع المسلح أو قبل النزاع المسلح أنها جريمة عدوان؟ هذه المسألة التي لابد من التركيز عليها، وأنا أدعو الباحثين إلى البحث التركيز على هذا الموضوع ومناقشته من جوانب عديدة، بدءا من التعديل الذي شهده النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة في تبني جريمة العدوان بناء على اجتماع كامبالا في عام 2010، ومن ثم مصادقة الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية في 21 ديسمبر عام 2017، ومن ثم دخول هذا التعريف حيز النفاذ في عام في تموز عام 2018. هنا المسألة الكبرى التي لابد من البحث فيها، وهي هل أو بعبارة أخرى ما هي الجريمة الأقرب لتكييف الهجمات السبرانية؟ أنا ذكرت أنه من الممكن أن تطبق أو تكيف الهجمات السبرانية حسب الحالة الظرفية وحسب السياقات الظرفية أن تكون جريمة حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية، ولكن ما نشهده اليوم في هذه الحالة وفي هذا الواقع أن وقعت هجمات سبرانية كثيرة. ادعت الكثير من الدول التي وقع عليها الهجوم أنها لم تتمكن من معرفة من هو المهاجم، وبالتالي
وقعنا في مسألة ضبابية أو في فضاء مفتوح أمام العدالة، وبالتالي المسألة التي لابد من التركيز عليها وهي قضية الدخول في معترك تحديد من المسؤول، ومن ثم تحديد الإطار القانوني لتكييف هذا الهجوم. أنا مثل ما ذكرت أنه كثير من الهجمات السبرانية وقعت، وكثير من الدول تدعي، وفي آخرها عندما يعني قبل تقريبا شهرين عندما ادعت إيران أنه هنالك تدخل خارجي أدى لانفجار في مفاعل نطنز، وهي منشأة عسكرية أو منشآت عسكرية وقعت فيها انفجارات، وقد ادعت بأن هذا الهجوم كان بناء على تدخل سبراني أو إلكتروني، ومن ثم حصل ما حصل. هذا إذا وضعناه تحت خط التعريف الذي تبنته دول الأطراف في اجتماع كامبالا ومن ثم المحكمة الجنائية الدولية، قد دخلنا في مسألة مهمة جدا للنقاش، أنه اليوم من البارود إلى الإعاز الرقمي، هل يمكن وصف هذه الهجمات بأنها هجمات عدوان؟ هل تغيرت ساحات القتال من أطراف من الممكن معرفة هويتهم، ومن ثم تحريك المسؤولية، سواء كانت المسؤولية في إطار القانون الدولي العام أو في القانون الجنائي الدولي؟ هذه المسألة الكبرى التي لا بد من البحث فيها، وبالذات في عملية قيام أشخاص في دولة ما بالتخطيط أو بإعداد أو بدء أو تنفيذ استعمال القوة المسلحة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي. هذا ما ذكرت يعني في نظام روما الأساسي وفن التعديل. المشكلة أنه في موضوع جريمة العدوان، إحنا كنا نعرف أنه جريمة العدوان يعني سواء كانت لجنة القانون الدولي أو حتى الجمعية العامة المتحدة قد ناقشت هذا الموضوع منذ زمن بعيد، وبالتالي هل أعيد النظر في جريمة العدوان من جديد؟ هل يمكن لأي دولة أن تدعي أو تلجأ للمحكمة الجنائية الدولية بالدعاء أن هنالك جريمة عدوان وقعت بناء على هجوم سبراني؟ وفقا للتعديل، وفقا للاتفاق الذي وقع في اجتماع كامبالا، وضعت معايير محددة لابد من تأكيدها لكي يبدأ الحديث عن تحريك المسؤولية في إطار جريمة العدوان. أولا، يجب أن يكون مرتكب هذه الجريمة قائدا سياسيا أو عسكريا، أي شخص لديه الحظوة والقدرة والسيطرة فعليا على العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهها. هذا واحد. اثنين، يجب أن يثبت للمحكمة الجنائية أن الجاني قد شارك في التخطيط أو في الإعداد أو حتى في تنفيذ هذا أو تحضير أو الشروع في تنفيذ هذا الهجوم. ثالثا، وهذا المهم، يجب أن تبقى أو أن يرقى عمل هذه الدولة إلى الحد العدواني، إلى حد العمل العدواني وفقا للتعريف الوارد في قرار الجمعية العامة المتحدة، القرار رقم 33314، بحكم طبيعته وخطورته وحجمه، وأن يشكل انتهاكا للعلاقات الدولية وبالذات ميثاق الأمم المتحدة. وهذا يعني أن أخطر أشكال الاستخدام قد وقعت بالفعل عبر استخدام غير المشروع للقوة. طبعا يستبعد هذا الموضوع في هذا الإطار، يستبعد حق الدفاع الشرعي. عندما نرجع أو نحاول أن نقرب أو نوائم بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وفق النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك بشكل تلقائي إلا استثناء، وسأذكر ذلك في حينها. أولا، وفق المادة 13 فقرة باء، أنه لابد من أنه مجلس الأمن يحيل هذا الموضوع بناء على إقراره أنه جريمة عدوان قد وقعت
بالفعل، وبالتالي يبدأ المدعي العام في البدء بإجراءات التحقيق. وقد يكون، وهنا المسألة الكبرى، أنه لو لم يقم مجلس الأمن بإحالة هذا الموضوع عملا بالفقرة باء من المادة 13، من الممكن للمدعي العام وفقا لما يصرح عليه بروبوريو موتو العمل التلقائي، أن يقوم المدعي العام بشرط أنه بعد الواقعة، بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الواقعة وعدم قيام مجلس الأمن بالإحالة وعدم اعتراضه على تكييف هذا الموضوع، عدم اعتراضه الصريح على تكييف الهجمة السبرانية بأنها جريمة عدوان، من الممكن للمدعي العام أن يحرك هذه المسألة وفقا لما ذكرت، اللي هو بين قوسين بروبوريو موتو. المسألة الثالثة، أنه يمكن للدولة الطرف في المحكمة الجنائية الدولية أو ما يسمى بالتحرك التلقائي، من الممكن أن تحرك هذا أو تطلب تحريك هذا الموضوع بناء على وقوع جريمة العدوان. أخطر ما يمكن أن يواجه أي نزاع مسلح دولي أو في إطار الهجمات السبرانية، أنه القائم بالهجمة قد يكون خفي، hidden يعني killers or hidden attacker، أنه المهاجم قد يكون مهاجم لا يمكن ببساطة تحديد هويته أو الجهة التي قامت بهذه الهجمة. وهذا هو التحدي الكبير الذي يواجه الهجمات السبرانية. هنالك مباحثات كبيرة وكثيرة ومعقدة على المستوى الدولي، وأنا أذكر المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية في شأن تحديد مخاطر أو الحد من مخاطر الهجمات السبرانية، ولكن الخلاف وقف إلى نقطة صعبة، أنه الولايات المتحدة طلبت أن يكون أو إبرام اتفاقية دولية تحظر، العفو، تقيد استخدام الهجمات السبرانية، فيما كان للروس وجهة نظر أخرى وهي أن تبرم اتفاقية دولية تحظر استخدام الهجمات السبرانية بمعنى بشكل شامل وكامل. هذه المسألة من الممكن في المستقبل القريب يطرح الكثير من التساؤلات، وقد وأتوقع أن الكثير من هذه التساؤلات سأتلقاها في أثناء هذه أو ما بعد هذه المحاضرة. يبقى موضوع الهجمات السبرانية من المواضيع الشيقة والمواضيع الأساسية، وعلى الدول خاصة الدول العربية أن تتبنى سياسة دفاعية بما يخص هذه الهجمات. المسألة الأخرى في إطار القانون الدولي الإنساني، والمشكلة الأخيرة التي سأختم بها كلمتي، هو في تحديد المسؤولية أو تحديد مسؤولية الطرف المهاجم، وبالخصوص إذا كان عندنا نزاع مسلح دولي قد يكون من السهل تتبع من هو المهاجم، على اعتبار أنه تتبع قد يكون عن طريق استخدام بيانات انطلاق الهجمة السبرانية ومن أين صدر. ولكن المشكلة الكبرى هو أنه أن تقوم مجموعة مسلحة أو non-state actors، الكيانات من غير دول، عندما تتبنى هجمة سبرانية أو قد لا تتبنى ولكن تشير الأدلة بأنه هذا أو هذه المجموعة هي متورطة في هذا الموضوع، هذه مسألة كبرى أمام القانون الدول الإنساني. وفي هذا الشأن قد نطبق المعيارين الشهيرين، اللي هو معيار السيطرة الفعالة ومعيار السيطرة الكاملة، وفيما لو أنه هذه المجموعة المسلحة هي تتبع بالفعل ضمن التنظيم الهيكلي للقوات المسلحة لتلك الدولة، وبالتالي تنطبق المادة 4 من مشروع مسؤولية الدول لعام 2001. وفيما لو كانت هذه المجموعة المسلحة قد تلقت توجيها باستخدام هذا الهجمات السبرانية، حينها سنتكلم أو سيكون مدار البحث في المادة 8 من نفس المشروع. وأذكر يعني على سبيل المثال، عندما وقع الهجوم المسلح
أو الهجوم السبراني على إستونيا في عام 2007، دلت التحقيقات والأدلة والخبراء أنه أن تقريبا ما يزيد عن 60 أو 70% من الهجمات التي وقعت كان طبعا المتهمة فيها هي روسيا، ولكن ثبت أنه من خلال ادعاء طبعا الفريق التحقيقي اللي شكل حلف الشمال الأطلسي أنه هذه الهجمات قد صدرت من أقاليم في روسيا في مناطق في روسيا، ولكن الجزء الأعظم من هذه الهجمات قد وقعت من خارج روسيا. وعندما تم تحديد هذه الدول، هنا المفاجأة الكبرى أنه الهجوم وقع أو انطلق من أكثر من 100 دولة. تصوروا أنه هذا الموضوع يعني عملية تنسيق قد تكون بين مجموعات مسلحة على مستوى هائل توجه هجماتها الإلكترونية ضد نشاطات إلكترونية أخرى. والأخطر في ذلك أن تقوم هذه الهجمات أو عفوا أن تقوم هذه المجموعات المسلحة باستخدام الهجمات السبرانية ضد منشآت دفاعية، وما أذكر أنا منشآت دفاعية كالأسلحة التي تستخدم عادة للدفاع الجوي، أو حتى في الصواريخ الموجهة عن بعد والتي عادة ما تحمل أقمار تحمل بيانات إلكترونية تسير عن طريق الأقمار الصناعية، فيتدخل أو تدخل المجموعة المسلحة أو المهاجم السبراني بقطع الاتصال بين الأقمار الصناعية وبين الصاروخ أثناء انطلاقه وتوجيهه إلى هدف عسكري، فيقوم هذا المتدخل بتوجيهه إلى أعيان مدنية أو توجيهه إلى دولة أخرى. وهذه مسألة حقيقة مسألة قد تبدو للبعض أنها يعني مسألة هي شبه من الخيال، ولكن لا، هذا هو الواقع. عندما تنطلق صواريخ عندما تنطلق صواريخ لمسافة تزيد على مئات الأميال في الجو، وثم تنحرف لتصيب أعيان مدنية دون الأهداف العسكرية اللي كانت موجهة بالأصل لاستهدافها، هاي مسألة خطرة ومسألة كبيرة، وبالتالي لابد من تكثيف الجهود في هذا الموضوع بشكل دقيق ومحوري. في الختام أتمنى أن يكون يعني المسائل اللي طرحتها مسائل تثير النقاش، قد تكون نافعة في تحديد بعض المسائل الإشكالية التي قد تكون أمام أنظار الباحثين أو المختصين في القانون الدولي الإنساني. شكرا جزيلا. ما أسمع. شكرا دكتور أحمد، أنا بشكر حضرتك جدا على هذا العرض الحقيقة الشيق، وأنا هدخل فورا في طرح الأسئلة في محاولة للإجابة على أكبر عدد من الأسئلة، لأن طبعا الأسئلة كتير جدا، فكان الله في العون الحقيقة. في سؤال الحقيقة في الأول بيتكلم على هل يعتبر، ثانية واحدة، هل يجوز تصنيف هجوم سبراني بأنه نزاع مسلح حتى لو لم يصاحبه أي استخدام عنف من النوع التقليدي؟ هنا في هذه المسألة عندنا مسألة الضرر، هذا ينتقل من هجوم سبراني في إطار القانون الدولي الإنساني إلى مسألة أخرى اللي هي لا يمكن نسميه يعني أو لا يدخل في مسألة العنفية في الهجوم أو في القانون الدولي الإنساني. وهنا أذكر على سبيل المثال عندما ادعت الولايات المتحدة أنه في الانتخابات السابقة قد تعرضت الولايات المتحدة لهجمات سبرانية روسية أو تدخل في سير الانتخابات، هذا يخرج عن القانون الدولي الإنساني، هذا يدخل في عملية التدخل في شؤون الدول المادة 2 فقرة 7 ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي هذا يدخل أو يخرج عن موضوع القانون الدولي الإنساني. أي شيء لا يمكن أن يكون ملموس، تعطيل، تدمير جزئي أو كلي، هذا يخرج عن القانون دول الإنسان.
أعتقد هتبقى الإجابة مماثلة في سؤال آخر بيتكلم على التكييف القانوني للهجمات السبرانية في وقت السلم. فأعتقد إذا كان في وقت السلم وقد أدى إلى أضرار يعني مادية، سواء كان بالتعطيل أو بالتدمير الكلي أو الجزئي، نعم هنا ممكن تنطبق عليه أو ما يسمى بإعلان، ممكن إعلان الحرب للدولة المتضررة، وهذا ما ذكرته الآن في قضية جريمة العدوان. طيب دكتور، في سؤال بيتكلم على كيفية حسم قواعد الإسناد مع الهجمات السبرانية عندما تشن الهجمات من قبل الجماعات المسلحة. هذا الموضوع ذكرته يمكن في آخر مسألة، وهذا الموضوع ذكر في قضية نيكاراغوا وأيضا في قضية البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا، وبالذات ضد صربيا في قضية قتل المدنيين في واقعة سربينيتشا. هنا هل القوات أو المجموعات المسلحة هل هي تحكمت أو نفذت هذه الهجمات بدون تواصل أو توجيه من قوة مسلحة نظامية؟ إذا كان توجيه ففي هذه المسألة تحمل القوة المسلحة وتحمل أيضا القوة النظامية هذا الموضوع. وإذا كانت هذه المجموعات المسلحة وإن لم يعني تعلن بنفسها أنه هي ضمن القوات النظامية، ولكن دلت الحقائق أنها فعلا ضمن الهيكلية التنظيمية للقوات المسلحة النظامية، وقع الفعل. طبعا قواعد الإسناد في هذا الموضوع المادة 4 والمادة 8 من مشروع مسؤولية الدول لعام 2001. طبعا هذا الموضوع قد يسأل سائل ما دخل مشروع مسؤولية الدول في هذا الموضوع؟ هذه نسميها primary rules، قواعد أولية، والقانون الدول الإنساني في هذا الشيء راح يكون قواعد ثانوية، بمعنى عندنا one package لتحريك المسؤولية. في أسئلة متكررة ولكنها كلها في سياق إنه هل يتوقع أن تكون الحرب السبرانية وسيلة دفاعية، خصوصاً أن دليل تالين أشار إلى تعريف الهجوم السبراني بأنه عملية إلكترونية سواء كانت هجومية أو دفاعية يتوقع منها أن تصيب أشخاص أو أعيان بالضرر. من الممكن، نرجع على نفس المبادئ اللي تحكم القانون الدول الإنساني، فيما لو قامت دولة باستخدام هجمة سبرانية باعتبارها وسيلة دفاعية لابد أن تطبق المبادئ والمعايير اللي ذكرناها، مبدأ التمييز، مبدأ التناسب، وبالتالي من الممكن. في أسئلة كتير الحقيقة وأنا بحاول إن أنا أختار أسئلة متنوعة. كان في سؤال، هل الهجمات السبرانية أو الحرب السبرانية تحدث فقط في النزاعات المسلحة الدولية؟ لا، من الممكن أن تقع في نزاعات مسلحة غير دولية، خاصة إذا كان هذه المجموعات المسلحة قد تلقت تدريبات أو تلقت أو ضمت في صفوفها يعني أفراد متخصصون في الإلكترونيات أو في المجال الإلكتروني، وبالتالي من الممكن جدا أن تكون هذه الفرضية، وهي الأخطر. وهي الأخطر طبعا. طيب سؤال آخر بيتكلم على هل يمكن التمييز بينما إذا كان الهجوم السبراني يتم باستخدام شبكة عنكبوتية عسكرية أو شبكة عنكبوتية مدنية، وفي حالة التعرف على ذلك هل تختلف القواعد القانونية واجبة التطبيق؟ لا تختلف، لا تختلف، ولكن هاي مسألة ممكن تدخل في مجال التحقيق، أنه مثلا مجموعة مسلحة استخدمت بث الإنترنت الوطني من دون علم الدولة، وفي هذه في هذا في هذا الظرف يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات وتدابيرها لقمع وكبح هذه الهجمات. ومن الممكن ان تستخدم، يعني اليوم عندنا الويب سايت على ما اتذكر انه الروس والصينيين عندهم شبكات او ويب سايت خاص بهم، وهذا الموضوع من الممكن في المستقبل القريب ان يكون لكل دوله، خاصه في اتكلم عن القوات المسلحه، لكل دوله نظام الكتروني للتواصل فيما بينها، وبالتالي من الممكن. تمام.
طيب ما موقف القانون الدولي الإنساني من استخدام أرض دولة محايدة في الهجمات السيبرانية؟ طبعا في هذا الموضوع انا ذكرت القضيه انه لابد من على الدوله ان تتخذ الاحتياطات، وهي وفقا لولايتها القانونيه عندنا او الواقعيه. هنا على الدوله ان تكبح اي تصرف ينطلق من اراضيها او من اقليمها لتهديد او تاثير على دوله اخرى، وبالتالي هنا المعيار هل كانت تعلم او كان باستطاعتها ان تعلم هذه الدوله او الافراد يعلمون او كان باستطاعتهم ان يعلموا في هذا الموضوع، ومن ثم تحريك المسؤوليه ضد الـ يعني سواء كان الدوله الحاميه او غيرها. في سؤال اتكرر كمان بيتكلم هل تدخل الحرب السبرانيه ضمن نطاق الماده 36 من البروتوكول الاضافي الاول باعتبارها سلاحا جديدا؟ نعم ممتاز. هذا الموضوع مساله تقييديه. الماده 36 من البروتوكول الاضافي الاول التي ازمت الدول او الاطراف الساميه عند تطويرها او استحداثها او انتاجها لاي وسيله قتاليه ان تكون موافقه للمعايير والمبادئ المذكوره في قانون الدول الانساني. هاي مساله معياريه، وبالتالي يمكن الحاله الوحيده التي نجحت الدول او نجح المجتمع الدولي في كبحها هو في حظر الاسلحه الليزريه المسببه للعمى قبل استخدامها، او ما يسمى بروتوكول فيينا اللي هو حظر استخدام الاسلحه الليزريه المسببه للعمى. تمام. طيب في سؤال تاني بيتكلم على هل نحن بحاجه الى قوانين خاصه بالهجمات السبرانيه ام ان القانون الدولي الانساني وقواعد الحمايه المقرره سواء في اتفاقيات جنيف او البروتوكول الاضافي الاول والثاني تكفي؟ راي حضرتك ايه؟ انا يعني اتفق انه لابد من ابرام اتفاقيه دوليه حال حال اتفاقيه حظر الاسلحه البيولوجيه الكيميائيه، او ان تكون تقييديه مثل اتفاقيه الامم المتحده لحظر اسلحه لحظر او تقييد استخدام اسلحه تقليديه يمكن ان تكون شديدة الضرر أو عشوائية الأثر. وأنا أتفق على أن تكون على غرار أو من الممكن جدا أن يضاف بروتوكول إضافي إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980، وهذا البروتوكول يبحث في الهجمات السبرانية إما بالحظر أو التقييد. تمام. طيب سؤال كمان، هل الجيوش السبرانية جيوش منظمة بموجب القانون الدولي الإنساني ويجوز مقاضاة شخص عسكري من هذه الجيوش أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ طبعا بالتأكيد. اليوم كثير من الدول أنشأت أكاديميات وأنشأت أقسام في وزارات الدفاع، وبالتالي انه يعني هو مو فقط العسكري، هو المدني اصلا ذو الصفه المدنيه اذا انخرط في برنامج او في تنفيذ او اعداد او شروع في تنفيذ هجوم سبراني سيتغير موقفه من ان يكون مدني الى 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 مقاتل، فكيف بالمقاتل اصلا؟ من حيث اولى ان يكون هو المسؤول، وممكن تحريك المسؤوليه امام المحكمه الجنائيه الدوليه في حال ارتكاب انتهاكات جسيمه في هذا الموضوع. تمام. طيب هل حضرتك تعتقد ان معيار دكتور حضرتك معانا ولا معك 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 هل حضرتك تعتقد ان معيار المشاركه المباشره في العمليات العدائيه يمكن تطبيقه او حسمه فيما يخص الهجمات السبرانيه؟ طبعا هذا الموضوع مهم جدا، وانا يمكن ما ذكرته موجود عندي بالبرزنتيشن انه المشاركه المباشره، وبالتالي المشاركة المباشرة أنا أتكلم عن استخدام مثلا الشركات المتخصصة في البرامجيات أو الأفراد اللي متخصصين في هذا الموضوع، هل عملية إعداد هذه البرامج أو تزويد وزارات الدفاع أو المجموعات المسلحة هل يمكن أن نصف هؤلاء بأنهم مشاركون بشكل مباشر direct participation في هذا الموضوع؟ نعم، من الممكن يتحملوا جزء من المسؤولية على اعتبار أنه توقع المسبق، وهو معيار مهم جدا في القانون الدولي الإنساني. إذا كان التوقع المسبق
visible precautions. إذا كان التوقع المسبق موجود أن هنالك آثار تزيد من آلام المقاتلين أو تطال مدنيين أو تطال أعيان مدنية، وكانت نسبة التوقع كبيرة وواقعية وواضحة، ومن ثم تم استخدام النعم، هنا يعني لا ينفتح لك المسؤولية الجنائية الفردية بهذا الشأن. طبعا في اسئله كتير وانا اعتقد مش هنلحق نجاوب عليها، بتتكلم على اثبات هذا النوع من الجرائم في حاله الهجمات السبرانيه، فلو حضرتك ممكن تشير بشكل سريع، وممكن طبعا التوضيح فيما بعد في محاضره مستقله. طبعا من الممكن مثلا على سبيل المثال الرجوع الى بروتوكول بودابست اللي مجلس اوروبا تبناه في عام 2001، وكان عنوانه هو سايبر كرايمز. انه من هذا نتكلم على المستوى المدني، لكن المعايير اللي موجوده في بروتوكول بودابست ممكن تطبيقها على تحريك المسؤوليه. كيف؟ انه من خلال تتبع مزود الخدمه البروزر، مزود الخدمه الانترنت او البرامج الالكترونيه وتتبعها، ومن ثم مزودها، قد نعرف هويه المهاجم، نعرف هوية المستخدم، بحيث في بروتوكول بودابست حددت احدى المواد لا اتذكر رقمها على مزود الخدمة ان يزود الجهات القضائية بمعلومات كافية تحدد هوية مستخدم الاشتراك في الانترنت او كذا خلال مدة 14 يوم، خلال اسبوعين، ولا سيتحمل المسؤولية امام الجهات المختصة. بمعنى من الممكن وليس بالشيء الصعب، ولكن قد هذا ياخذ وقت اطول، وكلما تطور العلم أصبح هناك سباق بين من يستخدم هذه الهجمات السبرانية وبين من يحقق هذه الهجمات السبرانية. عملية التحقيق في الهجمات السبرانية، وأتصور أنه في يوم من الأيام ستنشأ في المحكمة الجنائية الدولية قسم خاص في عملية التحقق والتحقيق في الجرائم أو في الهجمات السبرانية. طيب في سؤال بيتكلم على الشركات المصنعة للأدوات التي تستخدم في الهجمات السبرانية، هل يمكن معاقبتهم أو توجيه أي اتهام لهم بهذا الشأن؟ طبعا هو في القانون الدولي الإنساني نتكلم عن القوة المهاجمة المستخدمة إلى آخره، ولكن بما أنه نرجع لمادة 36 للبروتوكول الإضافي الأول التي يعني حث الدول، وعندما نقول انه حث الاطراف الساميه، الاطراف الساميه ومن يعمل لديها سواء كان مواطنيها او شركات، وبالتالي كل من يساهم في تحديث او انتاج او في تطوير برامج الكترونيه تستهدف قطاعات مدنيه، تستهدف اعيان مدنيه، تستهدف مدنيين، او تسبب في انتهاكات جسيمه، من الممكن نعم، على اعتبار انهم المسألة ليس فقط في استخدام خلينا نقول سلاح تقليدي، وهذا أنا أتذكر في عندما تم إجراء محاكمات في قضية في محكمة نورنبرغ، أحد القضاة عندما تحدث عن هذا الموضوع ذكر أنه هؤلاء الأشخاص المدانون أمامنا، بمعنى أنه النازيين في وقتها، هم ليسوا فقط يتحملون المسؤولية، إنما تتحمل ألمانيا بحد ذاتها، لأنه أحدهم يكمل الآخر. ما كان لألمانيا أن تقوم بجريمة عدوان على الدول الأوروبية لولا وجود قيادات ووجود إمكانيات وشركات وأفراد وممولين، والعكس صحيح. وبالتالي نحن نبحث بمسألة اليوم، أكثر الأبحاث والدراسات تتوجه اليوم عملية الربط بين الدولة وبين الأطراف اللي تستخدم الهجمات السبرانية، بل أكثر من هذا، وهذا اللي أنا أدشيت اليوم. الدراسات المعاصرة المتأخرة تذهبنا إلى ما يسمى الجريمة بالوكالة، بمعنى أنه البرامج الإلكترونية أو الدرونز أو الـ Autonomous Weapon Systems، قد يقول قائل أنه
القانون الدولي الإنساني عندما نظم قيد أو حظر استخدام هذه الأسلحة قد اتجه إلى الأشخاص أو للأفراد الذين هم في ميدان القتال، ولكن المادة 57 لم تحدد معنى أنه، وهذا شيء يعني مثير للاهتمام، أنه المادة 57 في البروتوكول الإضافي الأول ذهبت إلى تفسير أعظم، يعني عملية تفسيرها تكون أكبر وأوضح، أنه لا تتكلم عن الأفراد بأي وسيلة كانت، هذا مصطلح بأي وسيلة كانت، بمعنى أنه لا يمكن أن نلقي على الدرونز نفسه إذا كان هو أوتونومي، هو بالذات فيكس أند ديتكت التارجت، لا نبحث عن من صنع هذه الطائرة أنتم الطيار، نبحث عن من أعد هذه البرامج الإلكترونية. اليوم البحث ما يسمى أو الجريمة بالوكالة، وبالتالي لا نلوم الهجمة السبرانية أو البرنامج الإلكتروني بذاته، بل من استخدمه ومن صنعه ومن طوره، وهي مسألة محل نقاش وأنا من المعجبين فيه طبعا. ناخد سؤال أخير الحقيقة بيتكلم على فكرة الميزة العسكرية الأكيدة للهجمات السبرانية، ما هي المعايير التي يتم بها حسم مثل هذا النقاش أو الجدل؟ هل هذه الهجمات السبرانية لها ميزة عسكرية أكيدة وبالتالي نقدر نقول إنه هناك تناسب أو إنه فعلا استخدامها كان في محله كوسيلة أو من وسائل الحرب؟ طبعا definite military advantage، الميزة العسكرية الأكيدة أيضا محل نقاش، وهي مسألة معيارية. كل تعطيل أو تدمير كلي أو جزئي يستهدف إضعاف القوة العسكرية للعدو، نعم مباح. مسألة انتقل الموضوع من مسألة أنه تجاوز التعطيل الكلي أو جزئي أو تدمير الكلي والجزئي، وانتقل إلى أكثر من ذلك، بمعنى أن الإصابات التي مثلا وقعت في المقاتلين هي أكبر بكثير من تحقيق الميزة العسكرية الأكيدة. لا يمكن التأكيد على هذا أو الركون إلى وجود ميزة عسكرية أكيدة. كذلك لا يمكن الحديث عن ميزة عسكرية أكيدة إذا تم توجيهها للهجمات السبرانية ضد قطاعات مدنية أو أعيان مدنية، لأن هي مسألة معيارية، وبالتالي كلما كانت، أجيب على هذا السؤال بالتالي، نعم من الممكن استخدام الهجمات السبرانية بادعاء تحقيق ميزة عسكرية أكيدة، ولكن لابد أن يكون هذا الشيء في هذه المسألة في إطار إضعاف قوات العدو فقط وفقا لمبدأ التناسب في القوة. طبعا في النهاية نقدر نقول أنه بالفعل وسائل الحرب وأساليبها تطورت بشكل ملحوظ منذ اعتماد اتفاقيات جنيف عام 1949، ولكن لا يزال القانون الدولي الإنساني منطبقا على كافة الأنشطة التي تقوم بها الأطراف أثناء النزاعات المسلحة وينبغي احترامه. ومع ذلك لا يمكن استبعاد حقيقة مؤداها أن هناك حاجة إلى تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الحماية الكافية للسكان المدنيين تماشيا مع تطور التكنولوجيا السبرانية. طبعا أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي على هذه المحاضرة القيمة، وأحب أقول طبعا احنا هننزل المحاضره على مجموعه رحاله القانون الدولي الانساني وعلى اليوتيوب، في حضرتك اشرت الى كمان دليل تالين هنضيفه في الكومنتات للي يحب يطلع عليه. هناك ايضا ورقه عمل اعدتها اللجنه الدوليه للصليب الاحمر تناولت فيها التكلفه البشريه المحتمله للهجمات السبرانيه، انطباق القانون الدولي الانساني خلال النزاعات المسلحه السبرانيه. طبعا بنتكلم على قواعد الحمايه التي يوفرها القانون الدولي الانساني في وضعه الحالي وما هي الحاجه الى تطوير احكامه. أشكر حضرتك شكرا جزيلا مرة أخرى، وأشكر كافة المشاركين معنا النهاردة، ونعدكم بالمزيد من المحاضرات الشيقة. السلام عليكم.